نفس الشيء راح نسوي، راح نتعرف على معالمه وقوانينه والرسم اللي يمثله. الفيرست اوردر احسن مثال عليه شاف احد العلماء هارد يشتغل على الهيدروجين بيروكسيد. شباب الهيدروجين بيروكسيد اللي احنا نسميه بالعاميه الاكسجين، يلا الاكسجين اللي تستعمله لتشغيل الشعر مع الصبغ، والمرات بالصيدليات اللي نسبه تركيزه قليل يستعمل للتعقيم. زين ايش بيه هذا الهيدروجين بيروكسيد؟ شافوا سرعه التحطم هذا، هو يتحطم الى مي زاد الاكسجين، مي زاد الاكسجين. في اليوم اشتريت اكسجين 5 لتر من احد المذاخر، فعفته بعد فتره جيت لقيته صاير مي، يعني بعد اشهر لقيته صاير مي لان القبر مالته ما مضبوط. فهو يتحطم الى الاكسجين زائد المي. هذا التفاعل شاف مو مثل الزيرو اوردر، سرعه التحطم تبدي قويه كل ما تتخلص تقل كميه المتبقي من الماده الرياكتنت، كل ما السرعه تبدي تقل الى ما تشوفون انه يصير ديكلاين. فاذا الديكومبوزيشن ريت اللي هو احنا ريت اوف بروسيس او ريت اوف رياكشن هيدروجين بيروكسيد بروبورشنال تو ذا تفاضل تو ذا كونسنتريشن اوف هيدروجين بيروكسيد ريمينينج ان ذا رياكشن. قلنا فرق بين المولكيولاريتي والكاينتيك ستدي، احنا ندور على الشخص او الرياكتنت المؤثر فقط. فاذا جينا على المولكيولاريتي هذا في مولكيولز المفروض نسميه باي مولكيولار، بينما بالكاينتيك هو فيرست اوردر. بينما معناه اذا نريد نعبر عنه رياضيا بالرياكشن رياضيا عن فيرست اوردر ناقص انجليزي على الدي تي سو كي في الكونسنتريشن. هنا ايش دخل عندنا؟ الكونسنتريشن دخل الكونسنتريشن اوف رياكتنت اللي هو H2O2 دخل بالتفاعل. فايش اقول؟ يعني معناها التركيز مؤثر. من هاي جت كلمه فيرست، يعني واحد رياكتنت يؤثر على سرعه التفاعل. اوكي شباب؟ طبعا اذا رسمنا قلنا شباب شوفوا النزول سريع وبعدين شوي شوي يفضل الكونسنتريشن مع التايم، واذا لاحظتوا انه مو ستريت لاين مثل زيرو اوردر. هذه كلها مميزات تميزني بين الزيرو والفيرست. زين؟ سووا اشتقاق وسووا موديفيكيشن بالرياضيات. قلنا احنا كباحثين وصيادله اللي نشتغل بالبحوث نحب الستريت لاين. قلنا ليش نحب الستريت لاين؟ لانه تبي اكسترابوليت. شافوا اذا اخذوا اللوج مال الكونسنتريشن مع التايم راح يحصل على ستريت لاين. زين؟ فطلعت المعادله بدلاله الكونسنتريشن، انتبهوا لي، ذيك المعادله بدلاله الريت، هذه معادله بدلاله الكونسنتريشن لحسابات الكونسنتريشن. هذه شافوا لين سي تي يساوي لين سي زيرو ماينس كي تي. شوفون هاي المعادله كذلك تطابق معادله الخط المستقيم. لين سي تي هو الواي، التايم هو الاكس، قدام الاكس هو كل سلوب ماينس كي، والبقيه بلس ماينس اللي هو الانترسبت. شنو الانترسبت؟ هي نقطه التقاطع مع الواي، نقطه تقاطع الخط مع الواي. اوكي شباب؟ طبعا اذا تبي تاخذ اللين او اللوج طبعا ما يعني انا احب اللين اكثر. الفرق بيناتهم هي 2.303. لوك سي تي يساوي لوك سي 0 ماينس كي على 2.303 في التايم. اوكي شباب؟ هذا لوك سي تي التركيز باي وقت بعد بدايه التفاعل، والسي زي لوك سي 0 هو نقطه التقاطع، والتايم والسلوب يصير ماينس كي على 2.303. يعني انت اي واحد من عندهم تحفظ فيفضل تحفظ واحد وتيجي تطبقه بالامتحان او من تحل المسألة. مثل ما سوينا بالزيرو اوردر نحسب الهاف لايف، شويه بعد المعادله ونسوي الري ارنجمنت، وشويه اذا تتذكرون قوانين اللوج اللي اخذناها بالرياضيات، اللوج سي زيرو ماينس لوج سي تي اللي انقلبناه من اليسار من اليمين الى اليسار، الناقص يصير تقسيم باللوج
الناقص لوك سي زيرو ماينس سي تي يصير لوك سي زيرو على سي تي. دبل الإشارة صارت بوزيتيف يساوي كي تي على 2.3 أو 3. قلنا عرفنا الهاف لايف هو التايم اللي يصير في سي تي يساوي نصف سي زيرو. مو تمام؟ إذا عوضنا بهذه الطريقة إيش راح يصير عندنا؟ لوك سي زيرو على نصف سي زيرو. واحد تقسيم نص إيش قيل؟ اثنين. لوج الاثنين ضربة في 2.303 على لوج الاثنين ضربة بالبيت على في 2.303 يطلع لك 0.693 على اليمين على K. فإذا الهالف لايف فور دراج فولو فيرست أوردر هو شنو هو؟ 0.693 على K. 0.693 على K. أوكي شباب؟ سألنا الهالف لايف بنفس الطريقة شنو هو؟ أروح على الشيلف لايف. الشيلف لايف لوك سي زيرو على 0.9 سي زيرو يساوي كي في تي 90 على 2.303 تي 90 يساوي 0.105 على كي. هذه طبعا تحفظوها للقوانين ذني تعرف الدراج فولو فيرست اوردر تطبقها هذا القانون مالتي زيرو اوردر تطبقها قوانين زيرو اوردر مثل ما سوينا بالزيرو اوردر شباب. الوحدات مريت كونستنت ليش؟ لانه واحده من المميزات. حتى لو فرضنا ما قلت لك بالسؤال انه هذا فولو فيرست اوردر او زيرو اوردر تباع على كي الوحده مالته شنو من خلالها تقدر تعرف انه هذا الدراج فولو فيرست اوردر او زيرو اوردر. شنو هو نيجي على قانون الريت اللي هو ناقص دي سي على دي تي يساوي كي في سي. اذا ناقص دي سي على دي تي يساوي كي العفو K يساوي ناقص دي سي على دي تي على سي. صار السي بالمقام عد اسوي له ري ارينجمنت راح يصير ناقص دي سي على دي تي في واحد على سي. شنو وحدات الكونسنتريشن فوق في الدي سي؟ المول على متر جوا التايم سكن في مول على متر. مول على متر ينشغل مع مول على متر يبقى عندي شنو هو؟ واحد على سكن او نسميه سكن ماينس وان. طبعا قلنا وحدات التايم اي وحده اورز مينيت ويك زين حتى قد نوصل الى السنوات ييرز زين. اذا انا بس اشوف تايم ماينس 1 بس انا اقول هذا فيرست مول بير ليتر بير سكند اقول هذا زيرو. كملنا معالم الفيرست اوردر والزيرو اوردر عرفنا هذا الطريق شنو القوانين اللي تحكمون وهذا الطريق شنو القوانين تحكمون. فاني الدراج مالتي لازم اعرف يمشي بهذا الطريق لو بهذا الطريق حتى استخدم القوانين مالتي. واضح شباب؟ زين نيجي لو فرضنا انت ما تعرف الاوردر الدراج ما مدروس دراج جديد صنعوه صناديق وانت تريد تعرف هذا زيرو اوردر او فيرست اوردر. هذا راح نشتغل الكاينتيك ستدي. ما هو الكاينتيك ستدي؟ انه تنزل للمختبر وتشتغل تجارب عمليه وتحلل زين شباب. فاني اول طريقه عندنا طرق طبعا اكثر من طريقه خلينا ناخذ ثلاث طرق البسيطه. اول طريقه اسمها سبستيتيوشن. شنو هو سبستيتيوشن؟ تعويض. شنو التعويض؟ التعويض انه انت تيجي تلزم بيكار ومي وتجيب الحبايه مثلا او ماده الاسبرين وتخليها بالمي وتيجي تسوي تحليل مختبري عملي. اسوي جدول اول ما بديت مثلا 100 ملغرام بساعه الصفر ورا ساعه احلله ورا ساعتين احلله ورا ثلاث ساعات النتيجه مالتي راح اكتبها تايم فيرسس كونسنتريشن من تحليل المختبر العملي. زين هذه الارقام شو اسوي شباب؟ هذه الارقام اعوضها في المعادلات المعبره عن الاوردر. شنو هو بالبدايه؟ افترض ان هذا التفاعل او البروسيس او الديجريديشن يتبع الزيرو اوردر. اروح على يمين اروح على قانون الزيرو اوردر. شباب اعطيكم مثال جبت الاستيل سالسيليك اسيد 100 ملغرام ساعه الصفر خليتها بالماء ورا ساعه صارت 90 ورا ساعه صارت 80
اوكي شباب، اجي لهذه المعادله، افترض هي فروع زيرو اوردر. المعادله سي تي اول قراءه صفر، اول قراءه سي تي شقد؟ صفر. شقد؟ صفر. لا سي زيرو 100. صفر. سي زيرو بقينا 100. اول ساعه سي تي شقد صار؟ 90. اذا سي تي عندي سي زيرو 100 تايم شقد؟ ساعة. أول ساعة أطلع الكي، حسبت الكي، لا هذا معروف من عند المجهول فقط كي، صار كي للساعة الأولى. أوكي شباب، أجي على الأرقام اللي حصلتها من التجربة، أجي على الساعة الثانية. الساعة الثانية سي تي شقد؟ 80. سي زيرو شقد؟ 100. التايم شقد؟ ساعتين. يطلع الكي مالتك، إذا كان الكي مال القراءة الأولى ساوي الكي مال القراءة الثانية اللي هو نسميه ثابت السرعة، المفروض ثابت السرعة اسمه ثابت السرعة، المفروض ثابت لكل المراحل، واضحة؟ إذا كان ثابت معناها الدراج مالتي فولو زيرو أوردر، معناها شنو شباب؟ هذه المعادلة اللي شلون سوينا السعرات الحرارية والوزن، هذه المعادلة تمثل بشكل حقيقي النتائج، تمثل هذه البروسيس. اوكي، اقول انه هذا زيرو اوردر. اذا طلعت الكي الاولى ما تختلف عن الكي الثاني، شيء افترض انه شنو هو؟ افترض فيرست اوردر. وين الفيرست اوردر؟ هذا شو اسوي هسه؟ عندي تايم وكونسنتريشن واخذ اللين مالتهم، صار عندي تايم مع اللين. اجي القراءة الأولى ماخذ لين سي سي 1، زين لين سي 0 عندي، التايم عندي 1 اور، احسب الكي. اوكي شباب، ارجع عيد للقراءة الثانية، لين سي تي 2 عندي، لين سي 0 نفسه، التايم 2 اور، طلع عندي الكي الثاني. اذا كان الكي الاولى تساوي الكي الثانية طبعا على كل المراحل، لو عندي 10 قراءات المفروض كل مرحله اقرا لها، فبهالحاله انه الادراج فولو فيرست اوردر، لان ثابت السرعه ده يمثل المعادله تطابق البروسيس نفسه. اوكي، هاي الطريقه الاولى سبستيتيوشن. الطريقه الثانيه هي الجرافيكال، طريقه بسيطه ولطيفه. شو اسوي؟ جبت التجارب، سويت التجربه، خليت الارقام عندي تايم فيرسس كونسنتريشن، ارسمهم. قبل كنا بالورقه نرسم، هسه بالكمبيوتر بالاكسل، بس اصفط التايم مقابل الكونسنتريشن، اظللهم اقول له ارسم، هسه نرسم لي اياه. طلع خط عدل معناه شنو؟ زيرو. زيرو اوردر، هسه ما اخذناه علاقه الكونسنتريشن مع التايم خط عدل. ما طلع خط عدل شو اسوي؟ اخذ الليد، الليد وارسم العلاقه بين التايم واللين كونسنتريشن. طلع خط عدل معناه شنو؟ ها؟ لا، الزيرو كان بين الكونسنتريشن والتايم. اذا كان هسه اخذنا اللوغاريتم فيرست اوردر، هسه اللي اخذناه ناخذ اللوغاريتم مع التايم هو ستريت لاين هو فيرست اوردر. زين، بعدنا ما ماخذين سكن شباب، السكن مقلوب الكونسنتريشن، واحد اوفر كونسنتريشن مع التايم هم يطلع لي ستريت لاين، ستريت لاين. اذا هذه طريقه الرسم، هي يمكن ابسط طريقه لمعرفه الاوردر اوف رياكشن. الطريقه الثالثه هي علاقه الهالف لايف مع الانيشال كونسنتريشن، الهالف لايف مع الانيشال كونسنتريشن. إذا الهالف لايف تناسب مع الانيشال كونسنتريشن تناسب طردي، زين، فبهالحالة نعتبره زيرو اوردر. إذا كان ما يتغير، شلون الانيشال كونسنتريشن شباب؟ يعني مرة اسبرين عندي 100 ومرة عندي 60، واحسب من ال 100 الهالف لايف. شلون احسب الهالف لايف؟ احسب النصف التايم واشوف التركيز ايش قد صار، زين، ومن ال 60 احسب الهالف لايف. اذا شفت الهالف لايف ما يتغير، هذا اعتبره فيرست اوردر.
independent. Independent يعني ميزة. بينما إذا تغير طردياً مع initial concentration فمعناها zero order. وإذا تغير مع مقلوب concentration فهو بهالحالة second order. هذه الطريقة الثالثة. أوكي؟ فهو يكون second order. أبو سؤال شباب؟ ها بابا؟ جرافيك عيده؟ اي نجيب الداتا اللي جبناها من المختبر، رحت المختبر خليت الاسبرين بالبيكر وكل ساعه اخذت عينه صار عندي تايم فيرسس كونسنتريشن، الزم هذه الداتا وارسمها. اذا كان تايم مع كونسنتريشن طلع عندي خط عدل ستريت لاين معناها زيرو اوردر. ما طلع خط عدل طلع كيف بكر شو اسوي؟ اخذ الارقام مال التركيز احولها الى لين ارسم اللين او اللوج مع الكونسنت مع التايم. اذا طلع خط عدل معناها فيرست اوردر. اوكي؟ واذا لا والله هم طلع كيف بكر اللوج شو اسوي؟ اخذ الكونسنتريشن واحسب المقلوب مالتي 1 اوفر كونسنتريشن. 1 اوفر كونسنتريشن مع التايم هم ارسمه. اذا طلع ستريت لاين فمعناها سكند اوردر. واضحه باباتي؟ اذا اكو سؤال بعد؟ اذا ماكو سؤال فاحنا نكتفي. شو عملونا خلونا